نعتبره عن التراث مديح أنه جزء كبير من تراث للمجتمع و لانه اشهد مرن مال كبير شفيعنا واليوم يا الله حقا ننتبه له كاملين اياك نحافظ على وجوده واياك ايضا ندون حيوه ونعطوه هذيك القيمه اللي يا الله قيمته وقيمته نعتبر انها قيمه كبيره ومهمه فاعاده الحق اللحمه الوطنيه أن هذا كامل متكامل وجزء من الكل يا الله الحق نتوقفوا أن كاملين مطالبين بأن نساهموا في إحيائه ونساهموا في تطويره وإحنا زين عندنا وهذا البرنامج زين عندنا ودعم